لا أحد يجب أن يعرف شيئا عنها ولا عن علاقتي بهذا الأمر برمته. وأرجو أن تفهم، إن تسربت أي معلومات عن هذا الأمر فسيتم التخلص من الفاعل فورا. هل تفهم؟ هل تفهم؟ نعم يا سيدي. كنت هنا بالأمس. لا أعرف من ها هو ذو العين الواحدة. لن ينتهي هذا اليوم إلا والضباع تنهش في جثته أو جثتي. لن تكون وحدك يا أخي، لن تكون وحدك. هيا جملاي. آهين يا أمي، هل فعلا أنت ما زلت حية؟ إزميرالدا، لا تخافي يا حبيبتي، يجب أن ترافقين على الفور. إذن أنت ابن أليخاندرو دي لا فيغا، وسيم كأبيك. سيدتي، أنا خجول وكلام كهذا يجعل وجهي يحمر خجلا. لا أصدقك. صدقيني. أنت ابن أحد أكبر رجال الجيش، هو مالك أراض ثري. ألا تملك شخصية أليخاندرو؟ هذا الشبل من ذاك الأسد كما يقولون. مساء الخير. أعرفك، ماريا أنجل، الابنة الكبرى لأخي فرناندو. تشرفت بمقابلتك يا أنستي. ومن عساك تكون؟ دييغو دي لا فيغا، ابن أليخاندرو دي لا فيغا، أشهر ملاك الأراضي في هذا الإقليم. سأذهب لآتي بإزميرالدا. دييغو، البيت بيتك بإذنك. لقد سمعت أبي يتكلم كثيرا عن والدك، أعرف أنه شخصية هامة جدا. يميل الناس إلى المبالغة. أنت متزوج يا دييغو؟ أم أنك